هذا الأخ يقول أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني فيه جزاك الله خيرا. يقول سؤالي أني عندما كنت في السنة 18 من عمري كنت منهمكا في المعاصي وكنت أخذ أموالا من أهلي دون علمهم، وبعد أن من الله علي بالهداية وأنا نادم على ما فعلت مع العلم أن المال كنت أخذه على فترات حتى بلغ 16,000 أو أكثر أو أقل لا أعلم، ولكن شيخ ماذا أفعل حين أني لا أستطيع إعادته ولا أستطيع إخبارهم لخوفي أنهم يغضبون علي، وماذا علي؟ هل يسقط عني أم أخبرهم أفيدونا في ذلك؟ أولا الحمد لله الذي هدى هذا الأخ إلى الحق وفقه للصواب. الأمر الأول أنه لا يلزم من ردود الحقوق إلى العباد أن تخبرهم بما فعلت، فلا حرج أن ترد المال إليهم دون أن يعلموا من الذي أخذه، ولا حرج أن ترده إليهم على فترات، ولا حرج أن ترده إليهم على فترات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا حرج أن يكتب لهم رسالة أو أن يوكل من يتصل عليهم بأنه قد سبق أخذ منهم مال وقدره كذا وكذا، هل تحللوني؟ لا، يخبره أنه فلان وعلان، يظن أنه رجل أجنبي. إن امتنعوا يطالبهم برقم الحساب أو يخبرون أنه وضع في كذا وكذا على فترات ويتفق معهم على فترات، قد يضعونه عنه البعض الشطر أو غير ذلك، ولم يضعوا عنه يتفق معهم على قضية التقسيط عليه، لأنه لا يلزم شرعا أن يرده جملة لأنه عاجز عن ذلك كما أشار الأخ في ورقة إلى ذلك. فهو حين يخبرون قد يسقطون فينتهي أمره، وحين لا يسقطون قد يسقطون بعضا، وحين لا يسقطون بعضا فإنه يرد إليهم على فترات وتبرأ ذمته بذلك ولا حرج. إذا امتنعوا عن إباحة ويريدون دفعة واحدة وليس عنده شيء من ذلك، أن يأخذ من زكاة المسلمين وأن يرده عليهم.